من فوق. التذاكر بالنسبه لي لحظه وخلاص. لو عايز تدفع اوكي هتدفع، مش عايز تدفع ريحني لان انا تعبت من الساعه 2 الظهر قاعد القعده دي وعمال اتبهدل والناس كلها عماله تسال نفس الاسئله. كمان بتاعت ايه التذاكر؟ ايه؟ مركز الاحتياط حضرتك مفاعل ثقيله. مفاعل ثقيله وخفيفه ايه؟ وانا طالع برج الجزيره ولا طالع مصر؟ حضرتك لو سمحت ما تستفزنيش اكتر من كده. حضرتك الطلوع في منتهى الهدوء بكلمك، منتهى الاخوه بكلمك. يعني ده هيبقى نظام العماره؟ نعم. ده هيبقى نظام العماره كده على طول؟ ده باذن الله نظام العماره. يعني احنا اولادنا ننزل نطلع ب 50 قرش شويه؟ ايه؟ تذكره لو سمحت. اتفضلي حضرتك. ده التذكره، اتفضلي. شكرا. اتفضلي اقف طابور حضرتك. طابور طابور؟ لا حضرتك ده بايظ وده بايظ، حضرتك ده. اتفضلي. خلاص هنطلع السلم. ممنوع السلم ايه؟ حضراتكم دلوقتي ايه اللي انت بتعرفونا على الاسانسير يا دكتور؟ ده تأدية وظيفة. بلا تأدية وظيفة بالذات. دي فلوس حضرتك. فلوس ايه بالذات ايه؟ هترموها في معاك. مين ايه ده؟ اهو. يعني النهارده في يومنا الاسود ده مش هنطلع شقتنا حضرتك تفعل على ايه؟ فهمت النظام ايه طيب؟ يعني هدفع لك من جيبي جنيه دلوقتي. حاضر. تدفع لمين يا بني ادم انت؟ انت مجنون؟ ايه ده؟ بيفحر في الكلام. ايه اللي ايه ده؟ ايه اللي بيفحر؟ ايه ده يعني انا حضرتك قاعد جايبينك منين اصلا؟ انت حضرتك شكلك نظيف وشكلك مالكش دخل بشكلي. كلمني في طلوع الاسانسير دلوقتي عشان تعبان وكده اعصابي تبلع. يعني لابس كرافات حضرتك بتاعت 20 جنيه بس. 20 جنيه انت تحت منها كام عشان تقول 20 جنيه ولا مش 20 جنيه؟ يعني حضرتك لما تدفع نص جنيه يعني ايه؟ الفكره مش نص جنيه في المبدا. يعني مش هنطلع النهارده. سوري في الكلمه حضرتك بتعملي استشوار بكذا. ايه يعني 50 جنيه؟ بعمل استشوار ب 1000 جنيه لكن مش هدفع 50 قرش. افهم تبع ايه 50 قرش؟ تبع ايه 50 قرش؟ مش فتحي في العلب. لا اله الا الله. اهو وبعدين معايا حضرتك انت اللي بتعملي كده. انت مش كويس. يا فندم انت واللي عينك مش كويس. انا كويس وان قعدك مش كويس. عشان انا مصاب بس ازاي تقوي على حاجه زي كده حضرتك؟ في اتفاق بينك وبين الاتحاد ما فيش. انا العلاقه بيني وبين الخربطلي او الطبي. ما فيش لا علاقه بخربطلي ولا طبي. ما هم دول تبع المرفوعات الثقيله. تاني هيقول لي المرفوعات الثقيله. امال اقول لحضرتك ايه بس؟ اعمل ايه يعني؟ دي مصاعد. تبع شركه الاعلان وعنه شركه مصاعد. لا لا ما فيش دعوه بالمصاعد حضرتك. انا تبع المرفوعات الثقيله. طب ايه يا علا؟ طب ما انت مش تبع المصاعد تبع المرفوعات الثقيله. ما نعمل نطلع اسانسير ايه؟ مش دي حضرتك بترفع انت يا فندم. يا بني ادم افهم احنا تعبنا من كلامك ده. الاستاذه كانت هاديه خليتها فتحت عينها. يا استاذي يا استاذي خليني اطلع عن شعوري اقول لك كلام مش محترم. لا هنطلع ولا مش هنطلع؟ حضرتك ب 50 قرش مش عايزين تدفعوا ادفع لكم انا وتجيبي؟ انت مجنون على 50 قرش ايه اللي بتتكلم فيها؟ يعني حضرتك عايز تدفع سفلها؟ سفلها؟ حضرتك كده مسؤول عليا. انا لو جاي اتحبس النهارده جاي اتحبس ده ما ينفعش الكلام ده. ايه اتحبس؟ ايوه اتحبس. 50 قرش كده واحط لك تبرعات كمان. تبرعات ايه زدت ايه بس؟ وانت راضي؟ يعني بعيد كل حاجه للصيانه والناس كل حاجه من جسد بقى. وانت راضي تدفعوا منين؟ هتدفع تبرعات كمان؟ ادفع اللي عليك الاول. الفلوس دي حلوه. حضرتك لابس كرافطه بقول لك مالكش دخل بالكرافطه دي اللي هتجنني بيها. حضرتك تحمل صدرك تحكي انا محترم احسن منك اشرف. هنطلع على الصوت ده هنطلع على الصوت. بيفحر في الكلام. وسع لو سمحت لو سمحت. بيفحر. وسع لو سمحت لو سمحت. وسع مفيش رماش ولا قماشه لو سمحت حضرتك. وسع فانا جاي لغايه عندكم عشان اقول لكم صعب جدا الطلوع. انت انسان مستفز من ساعه شغلك. انا عملت حاجه؟ ايه الغلط اللي انا غلطته؟ عايزين نطلع على الصوت عايزين نطلع شقتنا. يعني دلوقتي حضرتك انا غلطان؟ دعوه بالكلام ده خالص. انا حضرتك قلت الكلام ده 100 مره من ساعه ما قعدت هنا. لا وتعبت بقى حضرتك. انا ماليش دعوه بالنظام ده كله. ده انا بطلع في اليوم اربع خمس مرات بطلع لحمه فوق المعلم. يا عم اسماعيل هتدفعها حضرتك. طب سيادتك وانا بخصم كمان عشان نبقى حقانيين حضرتك ادي الايثار وعليه بيبقى بالمنايه. هو انا سيادتك نجم؟ انا بقول لك المركز الاحتياطي للمرفوعات الثقيله يا حضرتك. انا ماليش دعوه بالتقيله والخفيفه وانا عايز ايه اطلع من الاسانسير. لا 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 حضرتك ما تخبطش في الحلل. اوه هيقول لي حلل وبتوباس وبتاع. طلعني لو سمحت عشان طالع للمعلم. طيب ما انت حضرتك تدفع المعلم على الدماغ من فوق يا سيدي. انا مش بقول لك بقول لك اتصاله اهو. لو سمحت اللحمه معايا عشان في ضيوف جايه للمعلم. يا سيدي اتفضل الاصاله اهو وادي البونبونايه. بس عايز اديك بونبونايه كمان حضرتك. اتفضل مين عايز؟ انا لو نزلت للمعلم هيخلي سنتك اساسا زي السود. ايه ده ايه ده؟ انا بقول لك كده ولم ورقك وامشي. طب انا بقى مش هطلع وهطلع. بص مش هتقدر حضرتك. لا هطلع. المركز الاحتياطي للمرفوعات الثقيله. ولا تقيله ولا خفيفه يا استاذ. شيل الحاجه دي وامشي من هنا لو نزل هيتبعك. تقيلة وخفيفة. أنا مش هعرف أطلع على السلم ده أنا طالع العاشر. معايا بص معايا لحمة. وحضرتك
كده بتطلعه يا استاذ. طب عايز احترم ذاتك. لا احترم نفسك انت. احترم ذاتك. احترم نفسك وخليك كويس عشان ما يقلش عدادي عليك. لا ما تقدرش تطلع. لا اقطع. واتبعها كمان. هتطلع سفلاقه في المعلم لو نزل دلوقتي. هتطلع سفلاقه يا ابني. مش هدفع نص جنيه. عينينا الاثنين ليك. مرموق. ايه مرموق يا ابني؟ يا استاذ كده بركه يا استاذ. لا احنا هتبوس جنبي. طب انا لغايه دلوقتي بكلمك بالادب. بص شوف حركه الايد دي بتفتح عينك. مكن. ايه وبتاع ايه بقى؟ خلينا بقى اليوم ده عدى على خير. ليه كده حضرتك؟ لا 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 في احترام. لا اطلع دلوقتي بخلي عليها وطيع. احترم والله على الرمال على الماده. احترم ذاتك. انا بحترم نفسي ما تخلينيش امد ايدي عليك. طلعني. هطلعك فين؟ طلعني بقول لك انا طالع. وطلعني. بص بقى حضرتك اديك بتفتح علب. يا عم علب ايه؟ انت شغال بتاع سلمون. تفيرس. انت شغال بتاع سلمون. خبطك في دماغك بوظك وشك. في ايه يا حضرتك؟ طب تعالى افتح يا عم حاسب عليا. حاسب ايه؟ حاسب. طيب. حاسب. خلاص خلاص. اوعى. خلاص. خلاص. مركز الاحتياطي المرفوعات. يا عم انت قلت لي المركز ده خليه 100 مره. يا عم انا مش كل لما اجي ادفع فلوس اسانسير قدامك. ما هو حضرتك اهو بقول لك المدام نفسها المصري. تلبس ولا تتنيل انت مالك انت؟ انت مالك انت؟ ما بتحسش ليه في الحاجات دي؟ تتنيل دي كلمه تقولها برضه على حضرتها عيب يعني. ما لكش دعوه ما تتدخلش اساسا. ازاي حضرتك ده؟ لا دي حاجه بيني وبينك ما تتدخلش. بيقول لك تتنيلي. لا اتنيل ما تنيلش في حاجه ما تخصكش. حضرتك في حدود لكده. لا لا معلش ما حضرتك ما لكش دعوه انت لو سمحت احنا قدام انت سخنت عيني كمان ولا ايه؟ طب تعملوا قانونين. ابو ليه؟ اسمع حضرتك اهو عاملين اهو سيد محمود وعلي محمود دول اخوات عاملين ابو ليه؟ مالهاش دعوه سيد محمود مالهاش دعوه. طيب يا بيه انت مالك شويه ورق ورق انت خلاص كل اللي عندك ورق يا عم ساعه صوت بقى بقى خلينا نمشي. بص انت باين عليك انا القرف اصلا يا عم خلاص ده خلص ده اتفضل حضرتك انتوا الاثنين رقم 48 حضرتك اتفضل لما يخلص الطابور ده هقول لك امتى حضرتك تخش. لا ده بقى ان شاء الله. ايه ده يا بنك ولا ايه؟ بنك ايه حضرتك؟ ما انا عامل لك ارقام. قبل ساعه وبعدين تقول 48. طب احلها ازاي بقى؟ قولوا لي يعني. احلها ازاي؟ اهو الاستاذ المشرف. دول موظفين حضرتك. انت بتغلطي فينا ليه حضرتك؟ احنا غلطنا في حد. موظفين كلكم كده؟ اتفضلي حضرتك بعد الانبساط واجي بمولاية وتديني 50 قرش حضرتك. بتاعت ايه ال 50 قرش دي؟ بتاعت حضرتك الطلوع. ازاي يعني؟ من امتى؟ من امتى؟ انا بصراحة تعبت من الحكاية دي. ارجو تريحيني. طلعي 50 قرش دي حكاية سهلة يعني. كل البيوت دلوقتي حضرتك هيبقى الناس عندنا من مركز الاحتياط المرفوعات الثقيلة بيقعدوا في كل بيت فيه اسانسيرات. لا لا هو سكيبي ان هو ماسك ثلاث شقق فوق ومسؤول عليهم. انت ايه حضرتك؟ هو سكيبي. مين هو سكيبي ده؟ ماسك مسؤول على ثلاث شقق فوق. هو سكيبي حضرتك في زعيم فوق ولا حاجة؟ ايه اللي انا بس بتجوز يعني؟ انا قلت لك ايه؟ انا عملت لك ايه؟ هديك ارض دلوقتي هنزلك الارض خالص. انا عايز اشوف شغلي دلوقتي. ايه ده ايه ده الافتراء ده؟ والله خلصني انا عايز امشي اشوف شغلي. ولا تقدري تخشي طول ما الراجل ده واقف. خلاص جاي امشي من اهو عشان ارفع شغلي. ما تغلطيش فيه حضرتك. لا هغلط. لا هغلط كده. هو وصف عقلك. لا كده هغلط. لا كده هغلط وماسكه نفسي ما بدمعش هنا اي مصيبه دلوقتي. انا بقول لك اهو. لا في حدود. لا مفيش حاجه اسمها حدود. شوف الحركه دي. انا بقول لك مفيش اسمها حدود. كده بتفتح لا هقلب عليكم الدنيا كلها دلوقتي. كده بتفتح خليه يروح بيته لعياله ولمراته. ما ده مش متجوز حضرتك. برضه خليه يروح يتجوز ولا شوف هيعمل ايه. احترم ذاتي. لا مش احترم ايه احترم ذاتي دوت. انت في ايه بالظبط؟